الإخوان الله يطول عمركم وعواشركم مباركة. إحنا ديما عندنا العواشر. في 2022 احتل الطبخ الجزائري صدارات الترتيب إفريقيا وعربيا. نعم الله أكبر. أصدر موقع تيست أطلس تصنيف أحسن 50 حلوى لسنة 2022 عبر العالم. الله أكبر. امتداد لانتصارات المطبخ الجزائري في المسابقة الدولية، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى عالميا بحلوى مقروط اللوز المصنف من قبل موقع تيست أطلس كأفضل حلوى في العالم. من جديد يحتل المطبخ الجزائري بحلوى مقروط اللوز ريادة قائمة أفضل أنواع الحلويات العالمية من بين 50 نوعا من الحلويات عبر العالم. شنو؟ المقروط الجزائري الأول عربيا في تصنيف تيست أطلس. شنو؟ حسب تصنيف عالمي، حلوة مقروط اللوز الجزائرية تحتل المرتبة الأولى عالميا كأحسن حلوى في العالم. سير الله يمسخك يوض حرام من فعيلك يا كذاب ونار على كذاب. تربع مقروط اللوز على عرش صناعة الحلوى في هذا المونديال وأخذ المرتبة الأولى والكأس المتعلقة بصناعة الحلوى. مين تجيبوا لهذا الهدرة الله يرجع. حسب تصنيف فإن مقروط اللوز الجزائري واحتل بذلك أيضا المرتبة الأولى عربيا في تصنيف 50 حلوى وأحسن حلوى لعام 2022. أصدقائي أصدقائي، أيه الجيران ديالنا فرحانين بالمقروط ديالهم. قالك أحسن حلوى في العالم، قالك المقروط هو أحسن حلوى في العالم. حنا كيتبع عندنا غير عند شفناش، حتى واحد ما تيبغيه، حتى واحد ما مسوق ليه. دابا غير قولوا لي دابا فوغي نوار طارتو سيترون ميلفو شوسون بوم الكالات دو روا شنو يقولوا؟ وكعب الغزال شنو يقول؟ الشباكيه والبريوات اشنو يقولوا؟ قالك المقروط هو أحسن حلوى في العالم. مقروط اللوز الجزائري في المرتبة الأولى عالميا في تصنيف موقع تيست أطلس العالمي. زوينة عندك هذه ممتازة. أتمم حلوى مقروط اللوز ليست الوصفة الوحيدة التي نالت إعجاب متذوقي الطعام، فالجزائر تسيطر على قائمة الأطباق 25 الأفضل في قارة إفريقيا بثمانية أطباق. مقروط اللوز الجزائري الأول عربيا في مسابقة تيست أطلس أو تصنيف أطلس العالمي. لا اصلا الجيران ديالنا كيعرفوا غير موقع واحد هو اللي كيعرفوه تيست أطلس هو هذاك، وديما الجيري هي الاولى في كل شيء. واش حنا غادي نتحقوا معاهم؟ الجيري هي الاولى في كل شيء. نعم حلوى مقروط اللوز حيث تم تصنيفها من قبل موقع تيست أطلس من بين أفضل الحلويات في العالم. الدول كيفرحوا بالإنجازات ديالهم، بالابتكارات ديالهم، بالاختراعات، بالاكتشافات. الجيران ديالنا فرحانين بحلوى مقروط. والله العلي العظيم إلا راه الحياة ديالنا المقروط. يعني قلت المقروطة أسامة ولا غير الدو راح المقروط راح المقروط. أنا لا نقول أنا ذوك عطلي نقول هاي يقول لك ديالنا راح المقروط. هاي انت ما عرفت والله ما عرفت. وبلا ما نحكوا على الطعام، الطعام طير تنزل تاعنا. بعيدا عن الطعام المردود الشخشوخه ندو مثال بسيط برك وقاس قيور. المقروط ولا حلوى الخشكلان اللي كان اول ظهور لها في الدوله الحماديه في امسيله ومن بعدها انتقل للاندلس. ويلي ويلي سير بغيت لك ست غدوه يرفدوا طبسي تاع مقروط ويروحوا لليونسكو ويقولوا لهم تاعنا ديالنا. انت غادي ندير لك ليغات وغتبدا تنقي معايا الكرموس. لا لا دابا قول يا اخويا حليوه دابا اش دير معايا دخونا؟ قال لك غادي نديو التبصيل ديال المقروط نديو لونيسكو باش نقول لهم المقروط ديالنا. اسيدي خلينا لك داك المقروط، اصلا حنا كنقولوها المقروط ماشي ديالنا، المقروط راه ديالكم، المقروط راه جزائري كنقولوها كنعاودوها ما عندنا حتى مشكل. صافي نخليو كاع الحلوه ديال العالم غنضربوا معكم على المقروط حشومه كاع حتى المعاوده. يجي شينوي ولا امريكاني شوفنا كنضربوا على المقروط. نعم ها انت راه كنقولوا ديالكم. بالنسبه للمقروط بالضبط يعني على حسب انا اللي كنسمع انه كان من الجزائر، كيجي من الجزائر، الاصل ديالو جزائري. واش هو احنا عندنا هنا في وجده معروف بزاف. استي عندي ما يسالك راك على بال. المهم كنشكركم بزاف على التعليق اللي درتو لي في الحلقه الاولى على الطبخ الجزائري، شكرا بزاف. قريتهم مت بالضحك، غادي نديرو حلقه خاصه نقراو فيهم التعليق ديالكم. المهم عاوتاني نديرو الجزء الثاني نكملو الطبخ الجزائري نشوفو الوصفات ديالو. قال لك احسن مطبخ عربي وافريقي، اي من كلاسي الاول عربيا وافريقيا.
أيه المطبخ ديال الدولة الهكوية. ويقولوا موضوع الحلقه، الحلقه راه سبونسوريزي من طرف الموقع ديال زوين بويمال، الموقع المتخصص في مواد ديال التجميل، الماركات العالميه. عندهم احسن سيرفيس للمغرب، وممكن تلقاو عندهم كاع الماركات العالميه، كيديروا التوصيل في المغرب كله في ظرف 24 ساعه. كوموندو من عندهم راه عندهم سيرفيس واعر. او طبيعه الحال ما تنساوش انكم تستافدوا من الكود برومو ديالي، راه باقي فعال، خالد ديس، خالد ديس، راه يعطيكم واحد ريدكسيون ديال 10% على لا كوموند ديالكم في السيت. المهم كل التفاصيل غتلقاهم اسفل هذا الفيديو في اول تعليق. يلا اصدقائي بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو بعد الجينيريك، خليكم معي. مصيبه مصيبه كحله هذه. اييه المطبخ ديال الجيران قال لك هو الاول عربيا وافريقيا. يلا نبداو بالكسكسو ديالهم الطعام. يا قال لك الكسكسو ديالهم، اجي نشوفوا الكسكسو كيفاش كيوجدوه بعدا اصلا. الكسكسو ما خلو ما داروا فيه. الكسكسو عندنا حنا بالقوام ديالو، بسبع خضار، باللحم، بالدجاج، بالغنمي، داكشي متول. لا الجيران ديالنا عندهم راي اخر. وصفة اليوم غادي تكون أسهل كسكس تقدروا تحضروه، مقادير بسيطة ووصفة جد سهلة إن شاء الله بربي. وش نقول لكم، طعام على حبة درت به طعام بالزبيب. وش نقول لكم، من أروع ما يكون. ورشة هكا شوية تاع سكر من فوق، جاء من أروع ما يكون. صباح الخير عليكم، راكم دايرين صباح القهوة بالطعام، شكون كيفي يبغيها، طعام وقهوة والسكر كيما هكا. ماك تضحك يا صاحبي. لا دابا غير قولوا لي، دابا غنمشي للقهوة، غنمشي للريستو، نبغي ناكل كسكسو. غادي نقول واحد الكسكسو نص نص مهرس، وجي معاك واحد الماربورو وشباكة. لاحظك كسكسو ديال الشمايت يا ربي السلامة. والله العلي العظيم عيفتوني في الكسكسو، والله العلي العظيم. شنو هذا؟ ودايرين حتى الكسكسو بالحوت عباد الله. هادو اللي لقاوه في الثلاجه شايط كيلوحوا في الكسكسو عادي، يديروه بالزيتون، بالعنب، بالدلاع، قهوه، ما كاينش مشكل. المهم الكسكسو صافي. شنو هو؟ كسكسو بالدلاح وبالعنب. يا دايرين كسكسو بالدلاح وبالقهوه وبالعنب، هذا كسكسو غدا وغوتي وديسير وكلشي، كلشي اثنين في واحد، ثلاثه في واحد. كتاكل وجبه وحده فيها اونطري وصالاد وبلا وقهوه وديسير وابيريتيف وكلشي. بنادم ما مساليش يا الخو، الطبخ الجزائري الاول عربيا وافريقيا، المطبخ الذي يعلو ولا يعلى عليه. ديروا ما شفتوا والو، طيب جنون. نسحقوا شويه تاع الثوم، الحميصه طبعا، فلفل الكحل، الملح والقرفه اللي هي طاجين دار عمي. المقادير راهم قدامنا. طاجين دار عمي يشبه شويه المتوم. هاي 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 انت اي حاجه دير وكاين انت والله تكي. طاجين دار عمي، هذا طاجين دار عمي، هذا الطاجين ديالنا ولا طاجين دار عمي، هذا راه طاجين الورد، مضربين على الورد، الكفته بالحمص وبالفول وبالبيض مسلوق والقرفه وما عجبك شي، اللي لقاوه في الثلاجه كيلوحوا فيك الطاجين. طاجين دار عمي اسمه غريب ومضحك، بصح هذا هو طبق تقليدي بصح بنين بنين بزاف. تبارك الله تبارك الله تبارك. اليوم جبت لكم طبق راقي، طبق مناسباتي اللي هو طاجين دار عمي. طبق جزائري وهو طاجين دار عمي ولا المحوت. ايه الكفته بالحمص مع شويه ديال البلول ولا طاجين مناسباتي راقي. يلا هذا راه طاجيننا ومشى عندهم، دابا حنا هما عمهم، غير ما شدوا الروسيط واش قلبوا باباها، ما عرفوا ما يديروا كفته وفول وعدس وحمص وبيض مسلوق وقرفه عواد.
باش دير معايا هادو دابا؟ قلت لي شنو دير معايا هادو دابا؟ فهمتي كي الرسوم الاول عربي وافريقي. شطيتها بالدجاج. شطيتها بالدجاج. اليوم جيت ندير معاكم حلوى اللي هي الفانيت. نروح اذا مباشره الى المقادير وطريقه. اليوم عندنا بوزلوف في الفرن، عندنا شلاضه بوزلوف، وعندنا البنيون. كما نعرفوا العيد الكبير ما نواسيوش فيه بزاف الحلوى، نواسيو غير حويجه هكذا جهد القهوه. جبت لنا بيروحو. وشنو هو بيروحو ليندا؟ هذه اكله تاع البيات بكري هكا يقولوا، هي تجي غير بالدجاج. أول استغفر الله العظيم. لو المصيبه قال لك حنا اللي كنشفروا لهم الوصفات، حنا اللي كنشفروا لهم الطبخ ديالهم. لا بعدا فاش كيعجبوك الجيران كيصرعوا السميات، كيشدوا غير اكله تخربيقه كيجبدوا ليها السميه، كيقول لها هذا شي عجب هذا في شكل. يشدوا بيضه اومليت يقلوها في الزيت يقول لك هذه بيضه القادم في قوسها من جنابها على الزيت. ويقول لك هذه راه اكله من الطبخ الجزائري. الله يخليك. بيضه اومليت كيسموها بيضه القادم في قوسها على جنابها في الزيت. هذه اكله. المطبخ القسنطيني جبت لكم المحور كسكس فاخر لاقصى درجه، تبعوني نوريه لكم اليوم مع ماما. شنو هذا؟ المحور الكسكس الجزائري، هذا هو المحور ديالهم، هذا هو المحور ديالهم برك. قلت لك المحور كسكس فاخر الى اقصى درجه. شنو فيه الله عليك؟ والو، شويه ديال الكسكس وشويه ديال اللحم قلت لك كسكس فاخر الى اقصى درجه. واه المحور في قسنطينه يندار في المناسبات الكبيره، يندار تاني في عرس الراجل ولا في نفقه النص في رمضان. درته لكم اليوم باش تكتشفوا عراقه قسنطينه. جوج كريكيبات ديال الكفته وجوج بيضات مسلوقين فوق الكسكس، قالت لك واحد كسكس فاخر الى اقصى درجه. واحد اجبني تي وتشوفي الكسكس بصبع خضاري وبالتفايه وباللحم والفول والحمص وتشوفي ديك الساعه الفاخر ديال بصح غادي يغمى عليك. كنت شفتي الكسكسو ديالنا سيغمى عليك من شدة التعطر. اليوم جبت لكم زوج وصفات، الاولى اللي هي شنتو في العازب. اليوم جيتكم بوحده الوصفه تقليديه وقديمه قديمه قديمه جدا اللي هي شنتو في العازب. ربما هذا الاسم غادي يبان لكم غريب كما انايا طول حياتي ولحد الان يبان لي غريب. شنتو في العازب قالك رقنا لكم الحاجة اللي ما تشبح المولاها راه حرام. دابا دخلت عليكم بالله، عندكم هذا الخير كله في المطبخ ديالكم وطامعين لينا في المطبخ ديالنا. ياك عندكم هادشي كله، علاش كديو لينا الاكلات ديالنا؟ علاش لو السميات يسدوا لك الشهيه؟ شنتو في العازب قال لك؟ يلا عازب مشنتف. قولوا جاري. فوالا كاين جاري بالفريك واللي هو الجاري الاحمر، وكاين الجاري الابيض. الجاري الابيض هذا الجاري الابيض اسهل سميه. هاد السميات خصي يسميو السميه ويزيدوا لها حشاك. الجاري الابيض حشاك. سيس الوليد زيد زيد، مرحبا بك زيد. شرب اصاحبي الجاري البيض، شرب الجاري البيض الوليد. مرحبا بك، راه بنين. اليوم راح ندير لكم جاري بيض بالدويده اللي هو جاري كانوا بكري في العراس اللي يديوه في الصباحة تاع العروسة. داكشي بيزار ديكولاس. لا واش سمعتي ولا قالت لك الجاري البيض كيديو العريسات في الصباح ديالهم داك الصبوحي ديالهم. العروسة عاد فايقة أول نهار ديالها في الزواج غادي يصبحوا عليها بالجاري البيض وبالدويدة. الله يخليك بالسعرية الدويدة. العروسة غادي تصبح النهار الأول على الجاري البيض بالدويدة. لا الدويدة فال زوين هذا. والو بنادم زربان ما فيش ما يجلس ويجلس يسمي على خاطره. والو شوربة بيضاء اسمها الجاري البيض صافي. شوف غير السميات كيجيبوا لك لا دياغي بلا ما تاكلهم. الجاري البيض الجاري البيض. دابا الشوربة ديال الشعرية اذا غيكون اسمها الجاري الاحمر، الشوربة ديال المحمصة غيكون سميتها الجاري الصفر، الفلون غادي يكون سميتو اللي كيترعد بيض. اللي كيترعد بيض. يوم جاتنا خالتي دجا جابتنا وصفة تقليدية اللي هي القاضي وجمعته. نبدا بالحلو واليوم اختارت وذنين القاضي. وصفتي اليوم ان شاء الله نحضر معكم لقمة القاضي ولا العوامة اللي هما وذنين القاضي والا زيدا نسميوهم. باغي نشارك معكم وصفة تاع زلابية البنان ولا صبوع القاضي ولا المشبك. يا رب
اصبع القاضي ودني القاضي وفم القاضي وكرش القاضي والقاضي وجماعته، دوك السميات ديال دوك القصص اللي كنا كنقراوهم في التحضيري، القاضي والثعلب، القاضي والسحفات، ودناني القاضي واصبع القاضي الجميل. انا بغيت غير نفهم شكون هذا القاضي مسكين اللي بهدلتوا به هذه السميات، شكون؟ يوم جيتكم بطبق شباب بزاف، طبق تقليدي عاصمي محض جزائري محض، اللي هو طبق القاضي وجماعته. عدي احشمت نقول هذيك. لا انتما واش شفتوا القاضي وجماعته ولا شويه ديال اللحم مع البيض وداك الشيء صفر، ما كاين لا زعفران لا تقليه لا والو. هذا القاضي نحلف عليه كون طالب منكم الشرع دابا، هذا شي قاضي مسكين شدوه وكسو كيفرتوه فيه وكل طرف كيسميوه باكله، كل طرف كيعطوه الاكله، بنادم معكاز ما مساليش انه يسمي الاكلات ديالو. اليوم جبت لكم تراك العريان، اللي هو يندر فيه الفارينه، الزبده، سكورت سكار عد. اش هاد السميه ديال قله الحياه؟ الوليد كل كل ديك الحلوه كل، زيد مرحبا بك زيد ما تحشمش، اكل اصاحبي تشارك العريان، كل ديك تشارك العريان اصاحبي كل. دابا الناس تجيبوا هاد السميات بغيت نعرف، الحمد لله ما تولدناش عند الجيران، كنا قللنا الحليه مع الوالدين مع الضياف ديالنا. اش هاد الحلوه ديال تشارك العريان؟ سير بنيتي سيري حتى تلبسي حوايجك واجي ناكلوك سير سير. بالنسبه للسفيطي هو طبق معروف عند اهل البسعاده، وهو طبق رئيسي، معناها كل العائلات يديروه في اي منزل في بوسعاده كاع كامل يديروا الصفيطي. كزبر زيدوا فلفل مشوي، فلفل مشوي جيبوا الكسره هذه الكسره هذه هي الكسره ها نديروها هنا داخل نفس العمليه صافي. اكله سميتها الصفيطي صافي، هادي الختام ديال المسك ديال هاد الاكل ديال هاد المطبخ الجزائري الاول عربيا وافريقيا. وكلاس ميت الزفيطي اصلا الطبخ كله عندهم زفيطي، هادي شويه ديال الخبز كيشدوه كيفرتلو كيديروه في مهرزاز مع شويه ديال لاصوص وشويه ديال الثومه والقزبر وصافي يدقدقوه وعطي البنادم ياكل، هادي سميتها الزفيطي اكله الزفيطي. جبت لكم الزفيطي البوسعادي من يدين بوسعاديه حره. ناري ناري ناري. اي يا سيدي اصلا الاكلات ديالكم كلهم صفيطي كدوبي سلوقي كل كل حاكل حاكل الاول عربيا افريقيا اي سميو بعدا غير طاكوس، بعدا طاكوس كيشدو كيخشيو فيه كلشي الفريت اللحم لاصوص سميتو كيسدو تيسميوك طاكوس، بعدا اسميه زوينه طاكوس ماشي الصفيطي. هز هز صفيطي هز تفضل مرحبا بكل صفيطي كل. صافي بركه بركه انا بركه صافي. اشنو نزيد لكم عاوتاني جزء ثالث؟ نزيدوا لكم جزء ثالث، انا بعدا دقمت والله العظيم دقمت صافي بركه بركه، فين غادي نزيد لكم الجزء الثالث؟ الله ودي يلا طلعوا فرصه طلعوا عقلكم.